جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن قصة نوح عليه السلام وفي أي أرض عاش. وقصة نوح ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن بلغة متعددة، وأول في يعني في سورة كاملة هي سورة نوح، وهي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبلي ويأتيهم عذاب أليم، إلى آخر السورة. ذكر فيها ما جرى بينه وبين قومه من الدعوة إلى الله عز وجل، ومن إصرارهم وعنادهم، وأنه تابع معهم الدعوة بكل الوسائل، ولكنهم أبوا ولم يقبل الدعوة منهم إلا القليل، كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. فقصته أول الرسل عليه الصلاة والسلام، وعانى من قومه ما لم يعانه نبي غيره لطول المدة، أنه كما قال الله سبحانه وتعالى: لبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. وفي نهاية السورة لما يأس من إيمانهم دعا عليهم، قال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأخذهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان، وهو الغرق الذي عمى وجه الأرض. أما مكانه الله أعلم أنه في جزيرة العرب، أنه في جزيرة العرب. قد قال الله تعالى عن السفينة: واستوت على الجودي، والجودي جبل يقال أنه في العراق، في مصر، في العراق، الله أعلم.